السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، مساكم طيبين. باشر معكم مدمر ابو دحم من قناة دكتور جيمر، اهلا وسهلا فيكم اعزائنا الكرام. اوكي شباب، صراحة انتم عارفين ليش هذا المقطع سويناه، يعني قسم بالله ما ادري كيف اشكركم، ما ادري كيف يعني اوصل لكم الشكر اللي يوصل لكم. يعني شكرا على 4000 مشترك، يعني ما شاء الله، يعني تقريبا جبناهم في عدد في مدة قصيرة صراحة، يعني أشكركم شكر قسم بالله لا يوصف والله. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، أنا قلت لكم بعشر أيام نبي نتحدى نفسنا، خلنا تقريبا بعشر أيام هذه وصلنا من 3600 إلى 3900 وكسور، ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني ثم نزلت بسناب، طبعا السناب شات المتابعين تحت بسناب شات حياكم الله، قلت لي ما تبعني يا الربع، قلت شباب رمضان متى نزلت صورة؟ قبل أمس اللي هو يوم الاثنين نزلتها، الأحد عفوا، قلت يا شباب قلت نبي نوصلها قبل رمضان يوم السبت رمضان، يعني باقي حمية مشترك وين يعني تونا يا صاحبي. ما شاء الله تبارك الرحمن، واليوم يوم الثلاثاء جبناها ما شاء الله تبارك الرحمن، زي ما انتم شايفين 4000 مشترك، قسم بالله أشكركم، أشكركم على دعمكم، أشكركم على وقفاتكم صراحة ما قصرت، يعني قسم بالله جيش يعتمد عليه، يعني ما شاء الله حمد بداحم في كل مكان، ما شاء الله في كل مكان نروح له، يعني ما شاء الله نحصلكم معانا والله ما قصرت يا ربي، ونشكركم أبد، حين ما قال أنتم بس ساعدونا بالدعم وساعدونا بالأشياء هذه راح نسعدكم. طبعا إن شاء الله راح يكون في أشياء جديدة في القناة زي الجدول، راح ننزل جدول للقناة إن شاء الله والأشياء الحلوة. طبعا شباب في أنتم تشوفون البث حد الأيام يقطع والله كل بسبب النت، فنحاول ان شاء الله نزين هذه الاشياء، وصراحه ما قصرت معنا وراح نقدم مهمات وبركرات واي شيء تبونه يا الربع اكتبوا تحت، لا تنسوا تبريكاتكم واي شيء تبون بالقناه، وش تبغون شباب بركور ولا ايش نقدر في هذه القناه. وكماكم ابو داحم من قناه دكتور جيمر، والسلام عليكم وشكرا لكم على 4000، وقريب يوم من الايام سوف نقول مبروك على 5000، وراح يمر هذا اليوم بسرعة. وشكرا لكم والسلام عليكم.